حديقة الحيوانات واحدة من أهم حدائق الجمهورية، بيقبل عليها الناس في مختلف المناسبات بأعداد كبيرة بتصل لمئات الآلاف. الحديقة فعلاً من أكبر الأماكن اللي شهدت إقبال أعتقد في مصر كلها. يعني إحنا دخلنا دلوقتي يعني تخطينا 250,000 مواطن، كان يفوق التصور وكان إقبال شديد جداً. ما فيش مشكلة حصلت واحدة، يعني خدمات مقدمة كبيرة جداً، مقاعد خشبية جديدة، يعني مساحات خضراء، يعني الناس كلها استمتعت بيها وقعدوا على الخضرة واستمتعوا بالخضرة في يوم جو جميل. والحقيقة يعني خدمات تنقل، طفطف، عربيات جولف كار، ملاهي، بدلات نهارية، أنشطة مختلفة، حيوانات جديدة جات بشكل واضح جدا. وفي أيام الأجازات والمناسبات المختلفة بيستمتع المواطنين بزيارة الحديقة والتعرف على الحيوانات وإطعامها والاستمتاع بالطبيعة والمكان. كل حاجة حلوة هنا بالنسبة للأسود، كل البيوت هنا والجنينة والحديقة جميلة، الجو مشرق وحلو، يعني الحمد لله رب العالمين، أدينا يوم سعيد. كل حاجة جميلة الحمد لله، الحمد لله كل حاجة منسقة الحمد لله، والدخول كويس، الاستقبال كويس، والدنيا جميلة الحمد لله. ماما وبابا قالوا لي أنا روح جنينة الحيوان وفرحت جدا. أنا جاي عشان أفسح الأطفال طبعا ويتعرفوا على الحيوانات. أكتر حاجة عجبتني الأسد. والله أنا صراحة أول مرة أطلع عيالي رحلة، وقلت يعني إحنا عايشين في الأرياف، وقلت حاجة يعني جميلة كده نيجي يشوفوا حديقة الحيوان. حديقة الحيوان جميلة من زمان، بنجيب الأطفال والأولاد والبنات وبيلعبوا وبيبقى يوم جميل ويقضي يوم حلو جدا. سنة ورا سنة وبوجود مئات الطيور والأسماك والحيوانات المتعايشة ما بين المناظر الطبيعية الخلابة، بتحافظ حديقة الحيوانات على مكانتها لدى المواطنين. سارة شلبي، الستات ما يعرفوش يكذبوا.